صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم واحد لسنة 2024 بتعيين مدير عام لبلدية المحرق، وذلك بناء على عرض وزير شؤون البلدية والزراعة وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يعين السيد خالد علي حسين الجلاف مديرا عاما لبلدية المحرق.